رسميا رمضان صبحي الى بيراميد بعقد 3 سنوات ب 80 مليون جنيه مصري متقسمين على 3 سنوات. في مفاجاه غير متوقعه، كل الناس بتتكلم ان في عروض من تركيا وفي عروض من جلال سراي وفي عروض من بشكشهير وفي عروض من فرق خليجيه وفي عرض مصري، وكنا بنقول ان العرض المصري ده ممكن يكون داخل بيزاحم عشان يعلي السعر على الاهلي بس، والاهلي في اخبار طلعت انه خلاص بيخلص في رمضان الصبحي. لكن تيجي النهارده المفاجاه والاهلي بينزل بيان بيقول لك رمضان صبحي خارج حساباتنا واللاعب ابلغنا برغبته لبيراميدز. هنتكلم على الصفقه بكل التفاصيل لبيراميدز وايه عوائدها وايه سلبياتها للاهلي والماذا رمضان صبحي عمل كل ده. هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش الحلقه. مع كل الناس الاهلاويه والزملكاويه منتظرين ان رمضان صبحي يوقع الاهلي ويجدد اعارته على الاقل 3 شهور عشان يكمل معاهم افريقيا او يشتري الاهلي ويكمل معاهم المواسم اللي جايه، تيجي الخبر ان بيراميدز بيخلص في رمضان صبحي رسميا. كلام كتير بيتقال ان رمضان صبحي بيجري ورا فلوس، رمضان صبحي بيطلع بيقول ان التعامل جوه النادي الاهلي مش ولا بد، وتعامل جوه النادي الاهلي مش عاجبني، وممكن تكون ده راجع ان قبليها بفتره شريف اكرامي برده مشي من الاهلي بمعامله غير مميزه من الاداره. ولكن الاداره بكل امانه اداره الاهلي بتبين يوم بعد يوم فشلها، بتبين يوم بعد يوم فشلها، بدايه بموضوع عبد الله السعيد وكان موجود معاه احمد فتحي، بعد كده احمد فتحي جدد وعبد الله السعيد جدد، بعد كده بقى عبد الله السعيد، مرورا بالفتره الاخيره بحسام عاشور وشريف اكرامي اللي بيمشوا من الاهلي، واحمد فتحي كمان مشي من الاهلي وراح بيراميدز، واخيرا رمضان صبحي. فاقل من شهرين الاهلي بيفقد 4 لاعبين من ركائز الاساسيه، شيكو كرامي، حسام عاشور، احمد فتحي، رمضان صبحي. ده بياكد ان الاداره مش عارفه تشوف شغلها، ان الاداره بتفشل في اللعيبه دي تستمر في النادي، واللعيبه بتغرى من اشياء اخرى مثلا كفلوس. هل بقى اللعيبه فعلا بتمشي ورا الفلوس او بتروح النادي المنافس ده بسبب الفلوس، ولا في حاجات تانية زي مثلا فشل اداري او تعامل اداري مش كويس، او في حاجه جوه النادي الاهلي مش مفهومه؟ هل الكلام دوت بنقوله لازم حد من اداره الاهلي او حد من جوه النادي الاهلي يطلع صراحه يقول لك اللعيبه دي بتجري ورا الفلوس واحنا بنعاملهم معامله مثاليه؟ لازم حد يطلع، لكن احنا بنشوفه مش فاهمين هل اللعيبه دي بتجري ورا الفلوس ولا اللعيبه دي فعلا فعلا بتتعامل معامله سيئه من اداره الاهلي، فبيقرروا ان هم يمشوا من الاهلي حتى لو لعبوا فريق تاني في مصر، والفريق التاني ده هو بيراميدز. بكل تاكيد ان الاهلي يفشل في انه يخلي 4 لعيبه من ركائز الاساسيه موجوده معاه في النادي، وقبلهم كان موجود عبد الله سعيد، فده فشل اداري، فشل اداري. الاهلي مش موجود ماديا، مش عارف يصرف فلوسه صح. تاني حاجه بيروح يجيب كذا لعيبه في مكان معين بس، في مكان معين يجيب مثلا 3 4 5 لعيبه في الاجنحه بس، زي السنه دي كده موجود في الاهلي جيرالدو وكهربا وطار محمد طار، وكان موجود رمضان صبحي، وكان في زوبعه في الاطراف. فانت الاهلي مش عارف بيصرف على لعيبته، وكمان مش عارف يحافظ على اللعيبه اللي معاه، انت مش عارف تصرف صح، مش عارف تحافظ على اللعيبه، فانت الاداره فاشله، الاداره فاشله. طب رمضان صبحي خلاص مشي ومش هيكمل فتره سفينته، مش هيروح تركيا، وهي رغبته هو بيراميدز، وبيقول لك في خلال ساعات رمضان صبحي هيمضي مع بيراميدز. طب الصفقه دي هل هي مميزه لبيراميدز؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد صفقه رمضان صبحي مميزه مع بيراميدز. فريق يبقى موجود فيه احمد فتحي وشريف اكرامي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، لعيبه تقيله، لعيبه تقدر تجيب لك دوري ابطال السنه الجايه لو صعدت له، تجيب لك كونفدراليه وانت مرتاح، تجيب لك يا معلم دوري تخليك تنافس على الدوري. فانت معاك 4 لعيبه في بيراميدز او 3 لعيبه في بيراميدز، تعمل لك فرق كبير غير اللعيبه اللي موجوده كمان. ابراهيم حسن يقدر يفيد لك، اسلام رشدي او لاعب بتاع بيراميدز مش فاكر اسمه، اسلام ايه، لاعب برده كويس جدا يقدر يفيدك. عندك في الحراس احمد الشناوي، مهدي سليمان، شريف اكرامي، عندك مدافعين على اعلى مستوى. بيراميدز بيبني فريق تقيل، بيبني فريق ينافس على البطولات السنه الجايه، بيبني فريق يقدر ان هو ياخد بطولات، يقدر ياخد دوري، يقدر ياخد كاس، يقدر ياخد دوري ابطال، يقدر ياخد كونفدراليه، يعني ما خدش كونفدراليه السنه دي يعني. بقى فريق تخاف منه بكل صراحه. مهاجمين عندك جون انتوي مهاجم تقيل جدا، لعيبه في نص الملعب عندك دونجا اللي بيقول لك خلاص بيخلص الزمالك، عندك محمد فتحي، عندك لعيبه تقيله في بيراميدز. بيراميدز بيروح يبني بروجكت، عنده بروجكت فبيبني عليه. كل ده جد مميز. يجيب لك رمضان صبحي في ظل الصفقات اللي موجوده، رمضان صبحي في الاحتراف وكده، يجيبه من الاهلي في بطن الاهلي، ده صراحه حاجه تحسب جدا لبيراميدز. هل بقى الصفقه دي هتفيد رمضان صبحي؟
هل الصفقة دي هتفيد رمضان صبحي؟ هتفيد رمضان صبحي من ايه؟ ان رمضان صبحي هيبقى بيقدم مستوى كويس في مصر هنا، عيون الجهاز الفني للمنتخب اللي موجود عليه، فلما بيقدم مستوى كويس وما اتخدش للمنتخب فيبقى هنا في مشكله للجهاز الفني للمنتخب. الحاجه الثانيه ان الفريق اللي رمضان صبحي رايح له مفيش ضغوطات جماهيريه، مفيش ضغوطات على اللاعب، فاللاعب بقى بيطلع كل اللي جواه وبيطلع كل مستواه وبيعمل كل حاجه في الملعب وهو مرتاح، مفيش اي ضغوطات عليه، مش مطالب انه يعمل مثلا البطوله دي او يجيب البطوله دي عشان الجمهور، لا ده مفيش جمهور، مفيش اي حاجه، بالعيب هيبقى بيلعب باي رياحيه. والحاجه الثالثه هو ان رمضان صبحي هياخد فلوس كتير جدا، بقول لك 80 مليون جنيه مصري على 3 مواسم. بتتكلم في ايه؟ شايف انت بتتكلم في ارقام عامله ازاي؟ فانت اكيد لاعب يشوف الرقم ده قدامك اكيد هيروح. وعايز اقول لك حاجه بسيطه، بعد 3 سنين ممكن جدا اللي خلصوا رمضان صبحي مع بيراميدز هتلاقي الاهلي بيشتريه تاني. مستغرب صح؟ لازم تستغرب، لان الاهلي في الفتره اللي انت بتشوفها دلوقتي دي هتقول بقى اللاعب ده خان الفريق وساب الفريق ما ينفعش يرجع لها تاني، لكن بعد 3 سنين الاحداث بيبقى في احداث ثانيه وفي حاجات ثانيه وفي حاجات بتحصل وفي مليون حاجه هتحصل في الثلاث سنين دول، فانت ممكن تلاقي رمضان بيرجع الاهلي بحجه وصيغه يشتروه بيه او بحجه وصيغه يبيعوه بيها للجمهور، اللي هو مثلا اللاعب احنا في حاجه ليه او اللاعب عرف غلطه او 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 ويقدروا يبيعوا صفقه للجماهير بكل اريحيه، وده رمضان صبحي بيتشير في النادي الاهلي بعد 3 سنين. ده ممكن جدا 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 يحصل، ولو انت مش عارف ان ده ممكن يحصل بعد 3 سنين انت ما اتعلمتش اي حاجه من اللي حصلت في الثلاث سنين اللي فاتوا. تقول الكلام ده والناس بتقول لك بقى مفيش انتماء مفيش ايه حلقه، هل في انتماء في الكوره المصريه ولا لا؟ دي اكيد هيبقى في حلقه خاصه عن الكلام ده. ففكره انتماء ولا انتماء، انتماء في انتماء ولا مفيش انتماء، دي هيبقى في حلقه خاصه عن الكلام ده في حلقه لوحدها يعني. بس خلينا في رمضان صبحي والاهلي. اداره الاهلي خلاص في النهايه نقول ان اداره الاهلي فاشله، مش عارفه تحافظ على لعيبتها ومش عارفه تحافظ على اللعيبه اللي بالقوام الاساسي، دي حاجه. الحاجه الثانيه اوقات بيصرفوا على فلوس او بيصرفوا على صفقات مش ناجحه امثال جيرالدو امثال اليو باتجي. والحاجه الثالثه وهي ان فعلا فعلا بقى في حاجه مش فاهمها في الاهلي، في حاجه مش فاهمها فعلا في الاهلي. هل لعيبه الاهلي او القوام الاساسي اللعيبه دي القوام الاساسي بتسيب الاهلي علشان فلوس، ولا في حاجه مستخبيه مش عارفينها جوه ارواق النادي الاهلي؟ دي حاجه اكيد هنعرفها مع الايام وفي المستقبل، بس بكل تاكيد انا كواحد من وجهه نظري لحد دلوقتي محمود الخطيب فشل مع الاهلي فشل ذريع. 5 لعيبه من القوام الاساسي ومن اللعيبه الجامده جدا في الاهلي بتروح منك بكل سهوله، فانت كده اداره فاشله بكل المقاييس. ده كان رايي في صفقه البيراميدز ورمضان صبحي، وصفقه رمضان صبحي الى بيراميدز، وانه يسيب الاهلي بكل سهوله دي رايي في كل حاجه في الموضوع ده. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي هل في انتماء في الكره المصريه ولا لا، وقول لي كمان هل لعيبه الاهلي بتسيب الاهلي علشان الفلوس ولا بتسيب عشان في حاجه غلط جوه النادي الاهلي؟ قول لي رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك ولا سبسكرايب قناه واشترك على الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، وتابعونا على فيسبوك وتويتر على تويتر، وكمان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.